هذا الفيلم عن عالم أصبحت المراقبة فيه بلا حدود، وعما يمكن أن يحدث لو وقعت أدواته بين أيدي حكومات قمعية. فتلاقي الناس إنه الحيطان لها ودان، الآن الجوالات لها ودان. هذه حكاية تقنية بريطانية قد تكون ساعدت في إسكات جيل كامل في العالم العربي. من غير المقبول أن تكون هناك حالات انتهت إلى إسكات أصوات أو السجن بالاعتماد على تكنولوجيا أوروبية الصنع. تظهر تحقيقاتنا أن بعض كبار مصنعي الأسلحة في بريطانيا يصدرون معدات متطورة ومصنفة رسمياً بأنها سرية. بإمكان أي دولة مستعدة لدفع الثمن إلى الجهة الصحيحة أن تفرض هذا النوع من الرقابة، ولكنها مسألة لا يقر بها أحد. نكشف أن تلك الأجهزة قوية لدرجة أن الحكومات الأجنبية التي اقتنتها بمقدورها أن تستخدمها ضد بريطانيا وحلفائها. في هذا الفيلم نظهر بيع أجهزة مراقبة إلكترونية قوية سراً لعدد من الدول الموصوفة بالقمعية في الشرق الأوسط، ويبدأ تحقيقنا من بيروت. أتيت إلى بيروت بعد أن استطعنا تعقب خبير أمن إلكتروني في المنطقة. بما أن هناك عدد كبير من الأشخاص في خطر من المراقبة الأمنية، فهو دائماً يسافر لتدريبهم على كيفية حماية أنفسهم. يعمل محمد المسقاطي مع منظمات لحقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء. سيريني مدى سهولة اختراق أي حكومة لهاتفي. نحن حالياً أنزل البرمجية الخبيثة فيه علشان يعطيني أكسس كامل. يقوم محمد بتحميل هاتفي ببرنامج للتجسس عليه. هذا أسلوب قديم، تقنية واسعة الانتشار. أما اليوم فيمكن معرفة مكان أحدهم بدقة، وقراءة بريده الإلكتروني، وحتى تغيير رسائله النصية. وهذه فقط البداية. تطبيقات يعني مختلفة، ولكن الواقع أن أخذ صور من عن طريق الهاتف. لهذا أنا كل شيء له علاقة بالكاميرا أغلقته علشان لا أحد يقدر يأخذ صور إلى أي جلسة أو مكان اللي أنا فيه. سأغادر لبنان لأبدأ رحلتي نحو منطقة الخليج العربي، لكن حتى وأنا في دولة أخرى سيكون باستطاعة محمد معرفة تفاصيل حياتي. متواجدة في مطار دبي الدولي، وقامت بتغيير شريحة الهاتف إلى شريحة في دبي، وأيضاً نقدر نشوف كل جهات الاتصال اللي نوال سجلتها في الهاتف، وأيضاً كل المسجات اللي قامت بإرسالها أو استقبالها. محمد على حق، أنا في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. تعد الإمارات إحدى أعلى الدول إنفاقاً على تكنولوجيات التنصت ومراقبة سكان البلاد. فمنذ عام 2011 وصل مجموع ما أنفقته على البنية التحتية الإلكترونية حتى الآن ما يعادل أكثر من 7,700,000,000 دولار أمريكي، وذلك للمملكة المتحدة وحدها. حضرت للقاء أحد أشهر ضحايا التنصت في العالم، أحمد منصور. أحمد ناشط ومدون شهير، أنفقت حكومة بلاده على تعقبه أموالاً طائلة أهلته للقب معارض المليون دولار.
هو طبعا هذا يعني الإحساس بالمراقبة عموما إحساس شنيع وسيء، ويحد بالكثير من قدراتك على التحرك بحرية ومقابلة الأشخاص بحرية تامة. هو اختراق لخصوصيتك كما لو أنه شخص يعني يدخل إلى غرفة نومك. عام 2011 اعتقل أحمد 8 أشهر بسبب تغريدة عن تجاوزات ارتكبتها الحكومة الإماراتية. أراني كيف اخترق حساب بريده الإلكتروني وكشفت رسائله وقائمة عناوين مراسليه، اللي هو يسموه بالفيشنج سايت. هو هذا يعني مبين أنه من جوجل، بس هو في الحقيقة مش جوجل، هم عاملين صفحة مشابهة لصفحة جوجل، فلما تتغير الباسورد لازم تضع الباسورد القديمة فيلتقطوها فيدخلوا على الإيميل بتاعك. عقب إطلاق سراحه عزل أحمد نفسه عن عائلته وأصدقائه لحمايتهم. أنت الآن تخرج من بيتك مش عارف ترجع ولا لا. ظللت على تواصل بأحمد بعد انتهاء التصوير، لكني سمعت في مارس آذار عام 2017 أنه اختفى. وبعد أسابيع اكتشفت عائلته أنه محتجز في حبس انفرادي في سجن الصدر بأبوظبي من دون توجيه تهمة له. وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية، فإن جريمته كانت استخدامه لمواقع التواصل الاجتماعي لنشر معلومات كاذبة ومضللة من شأنها الإضرار بالوحدة الوطنية والإساءة إلى سمعة البلاد. أثارت قضيته قلقاً عالمياً. عندما ننظر إلى دولة مثل الإمارات حيث يعاقب مدافع عن حقوق الإنسان مثل أحمد منصور لمجرد رفع الصوت ضد تجاوزات الحكومة ودعما لحقوق الإنسان، يصبح تزويدها بتجهيزات تنصت ومراقبة متطورة تستخدم ضد نشطاء المجتمع المدني مسألة خطيرة للغاية. ألقي القبض على أحمد بسبب ما نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكننا اكتشفنا أن السلطات الإماراتية بإمكانها مراقبة اتصالاته الخاصة أيضاً. في واقع الأمر هي قادرة على مراقبة كافة سكان البلاد على مدار الساعة. لديها الآن نوع من المراقبة لا تتطلب تحميل برنامج على الهواتف فيها، لأنها مراقبة تحدث من خارج الجهاز تماماً، اسمها المراقبة الشاملة. الماسيفنس انه هو ان انت تستهدف الناس بشكل عام، تمام، مجتمع بشكل عام، اشخاص في منظمه بشكل عام. على غرار ما يجري في الدول الغربيه، انفقت حكومات عربيه الملايين على وسائل المراقبه الشامله، فهي اداه قويه في ايدي تلك الحكومات تكشف عن نوايا شعوبها. لما نتكلم عن مثلاً مجموعة جديدة تتعلق بحقوق الإنسان ظهرت في دولة معينة، والدولة ما تعرف بالضبط من هو الشخص الفاعل أو الأكتف في هذه المجموعة، فممكن تبدأ معاهم بماسفرينز أن يتم مراقبة كل أعضاء المنظمة بشكل كامل من خلال المعلومات اللي يتم جمعها بعد مراقبة الأشخاص عن طريق الماسفرينز. يتم تحديد من هم أهم الأشخاص في هذه المجموعة، فيتم تضييق الدائرة قليلاً. تترتب على هذا النوع من المراقبة الشاملة آثار مرعبة للجميع، والصادم في الأمر معرفة مصدر أدوات هذه المراقبة. إنه أحد بلدان العالم الأكثر ليبرالية. هذه مدينة ألبرغ في الدنمارك، وهي مدينة صناعية سابقة تحول نفسها إلى مركز لاقتصاد المعرفة المستحدثة. أنا متوجهة نحو منطقة تدعى نور سمبو. سأزور شركة متخصصة في نظم الرقابة الإلكترونية، كان اسمها ETI. عام 2011 استحوذت عليها شركة BAE البريطانية،
أكبر شركات التصنيع العسكري في المملكة المتحدة، اسمها اليوم BAE Systems Applied Intelligence، وتقوم بتصنيع نظام المراقبة الذي بيع لدولة الإمارات العربية المتحدة. في الخلف نصب صحنان لاقطان ضخمان. يبدو أن وجودنا أثار فضول أحد الموظفين. ما هو مبرر التصوير؟ هل تعرفون لصالح من نصنع أنظمة الأمان الافتراضية؟ إنه السبب الذي يمنعنا من الإجابة على سؤالكم. إنه مصنع أسلحة، لهذا أنتم لا شك تدركون أنهم لن يفصحوا عن أي شيء. إنها السياسة المتبعة. لم يقبل أحد بالتحدث إلينا. نريد معرفة المزيد عن الأدوات التي تطورها شركة BAE هنا. لكن بعد أشهر من البحث، وافق موظف سابق في الشركة على الحديث معنا عن عمله السابق، شريطة إخفاء هويته، وتستمعون إلى كلماته بصوت أحد الممثلين. كنت تشعر أنك مراقب على الدوام بصورة أو بأخرى، لم تعد تثق في قدرتك على التفريق بين الصديق والعدو. هناك مجموعة من غرف مختلفة لا يمكن دخولها ما لم تحصل على تصريح أمني بمستوى محدد. بعد فترة أصبحت من المصرح لهم بدخول تلك الغرف حيث كانت تخزن تلك الأجهزة. أخضعت أجهزة المراقبة تلك لحراسة مشددة بسبب قدراتها الخارقة، إذ بإمكانها جمع وفهرسة وتحليل المعلومات عن اتصالات ملايين الأشخاص، الخصوصية منها والعامة. بالإمكان اعتراض سيد المعلومات والأنشطة التي تتجمع على شبكة الإنترنت، وإن أردت أن تخضع بلداً بأكمله لتلك الرقابة فليس هناك ما يحول دون ذلك، وإن أردت حصرها فما تحتاجه اسم شخص ما أو عنوان بريد إلكتروني محدد أو عنوان موقع معين أو عبارة رئيسية لتضييق نطاق البحث. تحظى أداة المراقبة هذه بتسميات متعددة، Evident أحدها، وهو أحد الأسباب التي دفعت شركة BAE إلى الاستحواذ على الشركة الدنماركية المتخصصة ببرمجيات الأمان الافتراضي. تصف هذه الوثيقة الخاصة بالشركة نظام Evident بالأداة بالغة التطور لفرض مراقبة شاملة. بالإمكان تحديد المواقع التي يوجد فيها الأشخاص بالاستناد إلى المعلومات الخلوية، وهذا يمكن من تعقب هؤلاء. وقد اجتازت السلطات مراحل متقدمة للغاية في التعرف على الأصوات وكذلك في فك الشفرة. لطالما دأبت الحكومات على جمع المعلومات المتعلقة بكل فرد منا، ولكننا أصبحنا في زمن ننتج فيه فيضاً من معلومات خصوصية عن أنفسنا، وتطور التكنولوجيا يسهل على الدولة عملية جمعها. هذا الجهاز غير سري يرسل معلومات عني في كل ثانية من اليوم. هذه تعرف بالمعلومات الخلفية Metadata، وهي تخبر مقدم خدمات الإنترنت بأن هاتفي هو مصدر الرسائل، بالإضافة إلى كشف التاريخ والتوقيت وموضوع الرسالة والموقع وعناوين وأرقام من التواصل معهم. جل ما تقوم به هو تسجيل ما يقوم به الأفراد لتفحص تلك السجلات لاحقاً، فوكالة الاستخبارات تحتاج إلى ما يمكنها من استهداف شخص ما، لذا فهي ستتعرف غداً على ما كان من المهم التعرف إليه اليوم. عندها يصبح من الأسهل تسجيل كل ما أمكن عن نشاطات البحث والتجوال في الفضاء الافتراضي لكل الناس، ومن ثم العودة إلى خزانة المعلومات تلك إذا ما أردت التركيز على شخص بمفرده. تؤهل هذه التكنولوجيا مستخدمها للعودة في الزمن سنوات إلى الوراء للكشف عن كل بحث قمنا به وكل شخص تواصلنا معه. إنه تهديد خطير لمبدأ الحرية برمته. هذا يعني أنه يمكن مراقبة شبكة اتصالات دولة بأكملها. كل ما عليكم فعله هو شراء نظام تكنولوجي متطور مناسب، وEvident هو واحد من هذه الأنظمة.
كجزء من عمله في أمن الإنترنت، يشارك نيك ويفر في معارض تسلح مشابهة لهذا الذي تستضيفه قطر، ليظل على اطلاع وثيق على آخر الابتكارات. ومن بين المعروضات أجهزة مراقبة الإنترنت إلى جانب الأسلحة التقليدية ومعدات الحرب. نيك أحد القلائل المستعدين للتحدث علناً عن المراقبة الشاملة. بإمكان أي دولة مستعدة لدفع الثمن إلى الجهة الصحيحة أن تفرض هذا النوع من الرقابة، ولكنها مسألة لا يقر بها أحد. لأن المسألة مروعة، ففكرة الاحتفاظ بكافة النشاطات التي نجريها على الإنترنت لمجرد أنها غير مشفرة مسألة مروعة بكل صراحة، وعنصر الترويع دائم حتى ولو لم يسئ أحد استغلال تلك المعلومات. الفكرة مزعجة. مروعة أم لا، لا شك في أن المراقبة الشاملة تنطوي على منافع لجهة الكشف عن المجرمين والمتطرفين. فبحسب وزارة الداخلية البريطانية، كان لتحليل المعلومات الدور الأبرز في كل واحد من التحقيقات الكبرى لمكافحة الإرهاب خلال العقد الماضي. كلما زادت وتيرة الحوادث الإرهابية، زاد معها ميل الناس إلى تفضيل الأمن على حساب الخصوصية. فأنا أستشعر مزاجاً معيناً، وهذا كل ما بوسعي فعله، أن أستشعر مزاجاً بين عامة الناس لنقل المؤشر لصالح الأمن بعيداً عن الخصوصية الفردية، لأن الناس يدركون أنها عملية وقابلة للمقايضة. في أعقاب هجمات مانشستر ولندن الإرهابية، عادت هذه المقايضة إلى مقدمة تفكير الشعب والحكومة البريطانية أكثر من أي وقت مضى. للحكومة البريطانية علاقة وثيقة مع شركة BAE. في العام الماضي أنفقت وزارة الدفاع 4,600,000 جنيه استرليني على معدات من BAE. كما يعقد ممثلون عن الحكومة لقاءات مع الشركة أقله مرة كل أسبوع. تعتبر المملكة المتحدة رائدة على مستوى العالم في مجال الاستخبارات، وتشكل BAE جزءاً مهماً من تلك المنظومة كمصدر أساسي للأدوات التكنولوجية التي تملكها وكالات الاستخبارات البريطانية. ولكن هل يجوز لها بيع مثل تلك الأدوات إلى حكومات أجنبية؟ عدت إلى الدنمارك، حيث ظهرت أدلة جديدة عن شركة BAE وأدوات المراقبة الشاملة التي تنتجها. سألتقي مراسلين يعملون لصالح صحيفة داك بلادت إنفورميشن. كل يوم في الاجتماع التحريري يقوم لاسكو أندرسون بإطلاع زملائه، فهو يجري استقصاءات بالتعاون مع سباستيان جوردينغ وفريقنا حول التقنية الإلكترونية لنظام الأمان الافتراضي التي يطورها فرع شركة BAE في الدنمارك. تشير هذه الحالات كلها وفقاً للنسخ التي بحوزتنا إلى أن BAE Systems Applied Intelligence هي الجهة المصدرة. تحتاج شركة BAE الحصول على ترخيص من الحكومة الدنماركية للتصدير من فرع شركتها الموجود هنا. حصل لاسا على هذه التراخيص بعد أن تقدم بطلب لدى إدارة المصالح التجارية في الدنمارك بناءً على قانون حرية المعلومات. سئلت شركة BAE عما إذا كان لديها اعتراض على ذلك، فاعترضت. لذا أقدمت الدوائر الرسمية الدنماركية على شطب بعض التفاصيل، أو على الأقل هكذا توهموا. حاولوا إخفاء هوية الشركة التي قامت بتصدير المنتج إلى الإمارات، كما حاولوا إخفاء هوية العميل الإماراتي، لكنهم لم يؤدوا عملاً جيداً. هنا مثلاً يمكنك أن تري من هي الجهة المستخدمة، وهي وزارة الداخلية في الإمارات، كما يمكنك التعرف على الشركة التي قامت ببيع هذا النظام. دعيني أريك المكان الذي يظهر فيه ذلك أكثر وضوحاً. انظري، BAE Systems Applied Intelligence في نورزنبو. وبالوسيلة ذاتها تأكدنا من أن شركة BAE هي التي قامت ببيع برنامج Evident للعربية السعودية،
وقطر وعمان والمغرب والجزائر، والترخيص يتحدث صراحة عما يمكن للبرنامج فعله. كما تري هنا، ما يقومون ببيعه هو عنوان إلكتروني يمكن من خلاله تحميل برنامج مراقبة وتحليل المعلومات لاستخدامه في مجالات الأمن القومي ومكافحة الجرائم الخطيرة. بحسب تقاريرها السنوية والبيانات العامة، فإن غالبية عمليات البيع عبر البحار التي تقوم بها شركة بي اي هي مشروعة بالكامل. في عام 2016 ساهمت قطاعات البرمجيات الافتراضية والاستخبارات بحوالي 1,800,000,000 جنيه استرليني من الدخل الإجمالي للشركة، فهو قطاع يدر الكثير، ولكننا لم نجد لدى الشركة من هو مستعد لمناقشة المسألة معنا. أخبرتنا الشركة في بيان ما يلي: إن شركة BAE ملتزمة بالعمل في الإطار الأخلاقي المسؤول. لدينا سياسات وإجراءات قوية لضمان أن صادراتنا إلى الحكومات في الخارج تتوافق كلياً مع القواعد المنظمة للتصدير الدولي، إضافة إلى معاييرنا الصارمة لتقويم أي عقد محتمل. ولو اعتقدنا أن هناك احتمالاً لسوء الاستخدام فسنرفض هذه الصفقة. ماذا يحصل إذن عندما يخضع بلد بأكمله للمراقبة بواسطة برنامج Evident؟ أتيت إلى تونس للعثور على إجابة. كان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي يمارس الدكتاتورية على مدى 23 سنة قبل خلعه من منصبه على أيدي القوى المطالبة بالتمكين.
يعني لن أكون مبالغ إذا قلت 90% من النشطاء اللي كانوا نشطين جداً في 2011 أنهم اختفوا من على الساحة. بعضهم غيرت أفكاره، تغيرت أفكاره بشكل دراماتيكلي يعني بعد ما تغيرت الأوضاع في المنطقة، وبعضهم اعتقل وبعضهم تراجع خوفاً، فتراجعت الثقة وزاد الشك. بالذات عندنا في دول الخليج، دول الخليج يعني أظن ما في دولة تراقب شعبها مثل دول الخليج للأسف الشديد، لأنه عندهم الفلوس وعندهم الإمكانية إنهم يشترون اللي هي البرامج المتطورة في المراقبة. منذ تصوير هذه المقابلة انتقلت منال للعيش في أستراليا. مثل منال شعر يحيى أن عليه أن يغادر السعودية. يخشى يحيى مما قد يحدث لو شعر الناس أنهم محرومون من حرية التعبير. مع عودة القمح أصبح الشباب يقول أنه أراءكم مجرد أحلام لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع، ثم ينحاز إلى تطرف العنف لأنه قمع التيار الإصلاحي أو التيار الذي يطالب بالتغيير المدني والتغيير السلمي. عندما تتعلق المسألة بحقوق الإنسان تأتي السعودية في آخر القائمة الدولية، وكنتيجة لذلك تصبح صفقات البيع التي أبرمتها BAE مع السعودية مثيرة للجدل. يرى البعض أن سماح الحكومة البريطانية بإتمام تلك الصفقات يخالف القانون. إذا نظرنا في صادرات التسليح البريطانية والتي تشمل كافة أنواع العتاد العسكري إضافة إلى التدريب والخدمات الأخرى، نجد أنه لا يجوز ترخيص بيع واستخدام أي من تلك الصادرات إذا كانت هناك شكوك قوية بأنها قد تؤدي إلى زيادة احتمالات خرق القوانين الدولية لحقوق الإنسان. يرى أندرو فاينستاين أن هذا ينطبق أيضاً على تسطير تكنولوجيا التنصت والمراقبة. لا شك عندي بأن تصرف الحكومة البريطانية غير قانوني لجهة مراعاتها حتى لقوانينها الخاصة، وذلك عندما يتعلق الأمر ببيع المملكة العربية السعودية تجهيزات رقابة للفضاء الافتراضي. طلبنا لقاءات مع كل من وزارة الخارجية وإدارة التجارة الدولية المسؤولة عن الموافقة على تصدير المعدات الخاصة بالإنترنت، ورفض الاثنان الحديث لنا. اكتشفنا من ترخيص التصدير الخاص بشركة BAE إنها باعت أيضاً معدات المراقبة الشاملة لعمان، وهي المحطة التالية في استقصائي، فلطالما كانت عمان محطة تنصت رئيسية لبريطانيا في منطقة الخليج، وهي ما زالت حليفاً هاماً لها. أتيت لمعرفة المزيد عن برامج المراقبة الشاملة أثناء عملها، فالمراقبة الشاملة لا تترك أثراً، فيستحيل تقريباً التنبه إلى استخدامها، ولكن أحياناً يمكن العثور على أدلة واضحة على ذلك. تبدأ قصة نبهان الحنشي عندما احتجزته السلطات في عقاب الاحتجاجات الفاشلة في عمان ضمن تحركات الربيع العربي. الاعتقال كان هو اختطاف مش اعتقال، كنت في مقهى وحضروا اثنين واختطفوني من المقهى إلى مكان طبعاً مجهول، ما عرفت المكان اللي اختطفوني فيه. استمريت في هذاك المكان لمدة 30 يوم، طبعاً زنزانة انفرادية تحت الأرض، فوق الأرض مش عارف بالضبط، ما كنت عارف حتى وين أنا موجود، ممنوع من كل شيء، أحياناً يزاد عليك التبريد، ينقص التبريد يعني. كان نبهان ورفاقه ينادون بتقليص صلاحيات السلطان قابوس، مما وفر لهذه الصحيفة مبرراً كافياً لوصمهم بالإرهابيين، وقد حكم على نبهان بالسجن 18 شهراً. ولكن أيضاً أدركت من ناحية أخرى أنه استمراري في هذا الطريق معناها أنه راح أقضي عمري كله في السجن، فقررت أني أخرج من عمان. في العام 2014 حصل نبهان على اللجوء السياسي في لندن، وقد أرسل الناس إليه قصصاً عن الاعتداءات على حقوق الإنسان في عمان، فما كان منه إلا أن أنشأ الشبكة العمانية لحقوق الإنسان لنشر تلك القصص، وقد أبقي على سرية كافة الاتصالات مع مصادر تلك القصص. واللي وصل المعلومة وما يعرف أن هذاك الشخص هو اللي تحقق من المعلومة.
هي فقط من أجل ضمان نوعا ما من أجل ضمان سلامتهم كذلك، ومش فقط من أجل الحفاظ على سرية المعلومات. بالرغم من إجراءات الحيطة والحذر التي اتخذها نبهان، كانت المعلومات التي ترسل إليه يتم اعتراضها والاطلاع عليها من قبل الحكومة العمانية. بعض اللي كانوا يتواصلوا معي تعرضوا للاعتقال، تعرضوا للمساءلة، تعرضوا للمحاسبة، تعرضوا حتى للسؤال عن كثير من النقاط اللي كانت تحدث فيما بيننا. أردت مقابلة أحد أولئك الذين اعتقلوا في عمان، فلنطلق عليه اسم سعيد لإخفاء هويته. هذه كلماته بصوت أحد الممثلين. يقول سعيد إن السلطات العمانية كانت تراقب الحسابات الخاصة لكافة الأعضاء المنتسبين إلى الشبكة، وذلك منذ انطلاقها. كنت أتواصل مع الشباب في بريطانيا وبالأخص نبهان، لكن ما حد يعرف إن كنا نتواصل أو كيف، ما أعرف بالنسبة للباقين، لكن أعرف هذا الاتفاق اللي بيننا. إذا أنا أرسلت شيء ما حد يعرف حتى لو كان واحد من المقربين. اعتقلت السلطات 7 أعضاء من الشبكة، ويقول نبهان إنهم اعتقلوا وتعرضوا للتعذيب. حيتم استدعائهم، وكل شخص كان يكتب يتم استدعائه، ولا نعرف كيف هم يعملوها. تعرفوا عليهم من خلال وسيلة التواصل المشتركة نبهان. سألت نيك ويفر عبر الإنترنت عن دلالات ذلك بشأن أسلوب المراقبة المتبع. هذا يرجح أنهم ربما يقومون بتسجيل المعلومات الخلفية كافة للرسائل الإلكترونية. نعم، هذا هو الدليل الأقوى على وجود مراقبة شاملة، وبمجرد رصد رسالة ذات مضمون ملفت فإن الخطوة المتبقية هي التحرك. عندما يتحدث الناس عن المراقبة يتحدثون عن البحث عن إبرة في قومة قش، لكن المراقبة شيء آخر، إنها البحث عن أي معلومة. كان سعيد على يقين بأنه سيعتقل عاجلاً أم آجلاً. حاول الهروب خارج عمان والعبور إلى الإمارات، ولكنه احتجز عند وصوله إلى المعبر الحدودي وعلى يد السلطات العمانية، فمرجح جداً أنه كان تحت الملاحقة والتعقب. أنا كنت ساير بسيارة أخوي، أول ما وصلت المركز الحدودي بدون ما أطلع البطاقة وبدون شيء تفضل داخل نريدك. سيارة أخوي ما مكتوب عليها اسمي. لا نعرف على وجه الدقة ما إذا كان برنامج Evident هو الأداة المستخدمة لمراقبة سعيد، ولكن ما مر به يتطابق مع ما نعرفه عن البرنامج. We know that Evident was sold to Oman. Could they have used Evident to do this? And is it this powerful? يبدو الأمر كذلك بالطبع. لدى البرنامج القدرة على تحديد أماكن الخلايا ثم استهداف الموقع، إضافة إلى أن تطبيقات التحقق تتضمن تحديداً أدوات لتعقب تحركات الهاتف المحمول، فهي تتماهى مع معلومات شركة الاتصالات وتسمح باستخراج المعلومات من مشغل الشركة. يبدو في الحقيقة أنهم يستخدمون ذلك كخاصية جاذبة للمشتري. Really looks like they have that as a selling feature. أخضع سعيد للتحقيق لأكثر من 12 يوماً. حتى بعد إطلاق سراحه ظل دائم التوجس من أنه مراقب. خلاص الحراك انتهى. حراك بعمان ما في أبداً. برا الآن. أنا في طريقي إلى منظمة غير حكومية في لندن تدعى الخصوصية الدولية. الدكتور قاس حسين من المنظمة الدولية لحماية الخصوصية Privacy International يقول إن ما يجري في العالم العربي جزء من نسق عالمي يدعو للقلق. That is the greatest tragedy. هذه المأساة الكبرى للرقابة عندما تتعلق القضية بالإصلاح السياسي، فالدفاع عن الديمقراطية وقيمها يجعلنا نقول إن الرقابة الجماهيرية تقوض ثقة الناس بتنظيم الصفوف والتعبير والتشارك بالأفكار أو محاولة إنشاء حركة سياسية. كل ذلك يصبح مجمداً خوفاً من انتشار الرقابة أينما كان.
هذا هو المقر العام لشركة بي اي اي في لندن، وقد أخبرنا أنه إذا طرحت صفقة بيع معينة إشكاليات أخلاقية كبيرة تناقش هنا. نود أن نسأل بي اي اي عن أمر اكتشفناه يسلط الضوء ليس على الأسئلة الأخلاقية فحسب، بل على الأمن القومي أيضاً. وجدنا أن برنامج Evident يتضمن قدرة سرية على فك الشفرة والرموز، والمعروفة أيضاً باسم تحليل الشفرة Crypt Analysis. فك الشفرة المعروفة أيضاً باسم تحليل الشفرة هو أداة قوية يمكنها أن تقرأ محتويات اتصالات.